مين هاد اللي يجي هلا؟ كان ناقصني. ركود مرعي ركود، بدنا ننقذ اخونا قدرة من الموت. واذا مات اخي؟ نفكر بهالشي بعدين، امشي هلا. اخي قدرة. طبعا ما كانت رح تكمل من دونك، رجعت تلعب بديلك من جديد. اتركها اتركها، حفير بايدك. اخي قدرة لحقتك، اتحمل شوي. بلكي كان ميت، كيف رح يتحمل ساعتها؟ لك خراس وحفير صرعتني، بعدين قلي شو عرفك انه مات. ايه وانا شو بيعرفني؟ اخي بين التابوت. ممتاز كمل، يلا حفير. اخي قدرة، اخي اللي عم تسمعني لساتك عايش؟ اتحمل بس شوي اخي. لحظة لحظة، وقف شوي، يلا تعال معي، تعال تعال، يلا يلا يلا. شو رجعت لعندي يا جلال؟ قلت لك يا ابني رح يفيق الوحش الناي. يلا جلال. الحمد لله على السلامة يا أخي. الحمد لله على سلامتنا. يسلموا يا حسن. أخي أنا ما قدرت أتحمل، لهيك بس عرفت شو الوضع اجيت راكد لعندك. كنت وراح تضل بطل بطل. كمان هالمرة ما زبطيت. تتخيل انه التراب رفضني وما رضي حتى يضمني ويخليني معه؟ شي منيح يا اخي، لا تفكر بهالطريقة. اطلع على النص المليان، عمرك لسه ما خلص. الموت الموت لهاللحظة ما خلص حسابنا مع بعض. رح يجي يوم يضمني هالتراب لعنده ورح نجتمع، بس مو هذا اليوم ومو هاي هي اللحظة، وجسمي لحد هلأ ما انتهى من شغله. أخي قدرات، جلال ما رح يعرف اللي عملته اليوم وهيك؟ ما رح يعرف. أنت لا تشغل بالك بهالقصص يا حسن. بس ما بدي إياك تفهمني غلط يا أخي، يعني لما أعمل معروف مع حدا ما بحب ينحكى فيه، أنت بتعرف الأصول، عيب يعني. اطمن ما راح أفهمك غلط يا الخد الأحمر. صدقني بعرف كتير منيح شو همك، بعرف رغم خوفك من جلال لهالدرجة طالعتني من هون. فهمت منيح هلا قديش انت بتحبني وبتخاف عليه. ايه والله. حدا منكم يعطيني موبايله، لازم احكي ضروري. مين بيكون هاد؟ هالشاب هذا اسمه مرعي يا اخي، هو تحت امرك. مرعي؟
هاد أنا عملتوا اللي قلت لكم عليه وصار الولد بين إيدينا؟ عن أي ولد عم يحكي هاد؟ إيه حلو، راح أجي لعندكم بعد شوي. أخي الموبايل تحت رجلي. أنا بدي أطلب منك طلب تاني يا الخد الأحمر. تفضل يا أخي. بدي ترجح القبر مثل ما كان، منشان بس يجوا يلاقوه مثل ما تركوه. مين رح يلاقي يا أخي؟ جلال. مين يعني؟ ومو مطول شوي وراح يكون هون. لو ما أجيت وطالعتوني من هون هو كان راح يطالعني، لهيك راح خليه يحفر قبر فاضي. شو اللعبة اللي عم يلعبها قدرت يا ترى؟ حضرة المدير، جلال دفن قدرته وهو عايش، بعدين إجا حسن وطلعه. عم يحكوا عن ولد بس ما فهمت شو الموضوع. أنا عم راقب بيت قدرة هلأ. رح قلك شو الموضوع اللي عم يحكوا عنه. مصطفى انخطف من شوي، هذا يعني إنه قدرة هو اللي خطفه. شو إنه حقير، هو اللي خطف الولد. مصطفى هنيك برأيك؟ إذا كان هنيك بنتدخل فورا. لا مهون، مو مبين لهلأ، ممكن بمحل تاني، بس اتأكد بالمكان وبخبرك فورا. تمام كرم، لك الناطر منك خبر. خير، في إلك شغل هون قدرة بيك؟ بالأصل أنت مو عايش هون. وين الصبي؟ ليكو بهاي الغرفة. طيب خليكن هون. لشو الخوف يا حلو؟ أنا ماني خايف. ها، بفهم إنه أنت شجاع. شو القصة؟ قلي لا تكون اشتقت لبيتكم. طبعا بعرف إنك مشتاق له، لأنه مو شايف بيت قديم مثل هاد. بس اختلف الوضع وشفت هاي الأماكن منيحة كتير، منشان تجرب. قلي شو حتعملوا فيني؟ ولا شي، اطمن ما في شي بيخوف. أنا مثل عمك بالضبط، لهيك لا تخاف، ما رح ضرك. أبوك أنا وياه رفقات من زمان، نحن قضينا وقت حلو مع بعض، كنا مثل الأخوة. إذا هيك ليش أنت عادته لبابا؟ من وين جبت هالحكي يا ولد؟ ليش مو أنتوا اللي خطفتوني؟ ابني هذا مو خطف، تقدر تعتبر حالك ضيفي من هلا، راح استضيفك عندي. شكلك كتير تعبان، راح خليهم يجهزوا لك تخت. ما بدي. جوعان شي؟ جاي على بالك تاكل او تشرب؟ ما بدي شي منك بنوب. بتشبه ابوك كتير، مثل راسك يا بسعانيد.
يا واطي. لحظة، أنا بعرف إنك شخص مو سيء يا عمو. ابني إذا احتجت لأي شيء ناديلي، أنا بالغرفة اللي جنبك. تمام. طيب إمتى رح تتركوني أرجع؟ أنت شاب ولازم تصبر شوي وتطمن، رح ترجع عن قريب كتير. مفاجأة. سكر هالموبايل ولا تحكي ولا كلمة. يلا لشوف حطه من إيدك. صاير عم تطلع بوشي كتير آخر فترة، راح أزعل منك. طيب أنت لا تعمل شغلات تخليني أطلع بوشك. وبتحب تنكت. اسمعني، هالحكي اللي عم تقوله ما بيمشي علي بنوب ولا لا تخليني أدفنك بأرضك. أخي مصطفى، تركيني، تركي. خلاص تركي حنان. أخي أنت منيح؟ لا مو منيح، أجيت تاخدني مو هيك؟ إيه طبعا أجيت لحتى أخدك. لا تتركني هون أخي. أنت لا تخاف، رح ترجع معي على البيت. خلوني أخذ الولد، وأنتوا الكبار حلوا مواضيعكم بعيد عنه. بعدي. معقول أخذ نصيحة من واحد مثلك؟ حنان يلا خدي الولد على غرفته. أخي، أخي كرام. لا تخاف، ما رح أتركك أبدا، وهنن ما رح يقدروا ينسوك. تعالوا خذوا الولد إذا بتقدروا. ها؟ يلا شبكن واقفين، تعالوا خذوا لشوف. لا تعلي صوتك وعم تحكي بثقة. إيه أنا بوثق بهذا القلب. لا لا بعدك أنت وياه.
أخي كرام. اترك بعد عني. خلاص أنت مجنون. اللي ليش صرت هيك مجنون؟ وبالأخير هالولد ما بيعني لك بأي شيء. عم تسترجع ذكرياتك؟ اللي عم يصير يا ترى عم يذكرك بشي؟ لكولا! لا تصرخ. اترك الولد يرجع على البيت وأنا بطل. اعمل اللي بدك يا بس اتركه. بس أنت شي وابن جلال شي تاني. بعدين شو بدي فيك أنت؟ أنت ما بتنفعني بشغلي بنوب. اللي هي رجولتك؟ أه؟ تخطف ولد صغير وبعدين بتفكر حالك أنك زلمة قوي؟ لو كنت مثل غيرك من رجال بيع الكباب ما كنت رح تقدر تحكي هالحكي بوشي بموتك بأرضك. بس ما هيك فيني أقوص رصاص عليك وإدفنك. بس أنت زلمة قوي وبتقرب حدا بحترمه وبحبه كتير، لهيك ما رح أقوص. ومين هاد اللي له خاطر عندك؟ دير بالك وبنصحك تفكر بالحكي منيح قبل ما تقوله، لأنه غير مرة ما رح سامحك. يلا خدوه من وشي بسرعة. تركوني. يلا امشي. بعد هيك امشي من هون. بعيد. يلا اللي بيني وبينك ما خلص، يلا نقلع. ريم، انت كتير تعبانه، ضليتي سهرانه للصبح، قومي نامي ارتاحي شوي. مستحيل يجيني نوم قبل ما يرجع لي مصطفى. اكيد رح يرجع، لا تخافي، بابا جلال رح يحل كل شيء. بلكي صار له شيء، هلا اكيد بيكون خايف. حبيبي في اخبار عنه؟ لا ما في. شو وينه كرم؟ من امبارح لهلا مو مبين. انا رح حكي بابا. الو كرم، وينك انت؟ وينه؟ ليش سكتت؟ بيكون أحسن إذا بتحكي أنت بابا. ليش؟ تفضل احكي بابا. ألو. ألو مين؟ ألو جلال؟ شبك جلال؟ كأنه لسانك أكله القط؟ صاير معك شي مشكلة؟ هذا أنت يا قدرة الحقير، ما رح خليك تنفذ باللي عم تعمله، عم تفهم؟ انت هيك عم تقول؟ تتذكر انت قدرت تنفذ بكل اعمالك الوسخة من قبل، فليش لحتى انا ما انفذ؟ رح خليك تفهم شو يعني تخسر حدا بتحبه. عم تسمع جلال؟ اللي وينه كرم؟ قلت كرم؟ هالشاب غريب، فترة عم يطلع بوشي، عم يبلش يزعجني ويضايقني، صاير عم يأخر لي شغلي زيادة. يا ويل ويلك يا قدرة، إذا قتلته لك كرم. لا لا لهلأ عايش، كرم رح يستنى دوره، عندي شغل مهم قبله، لخلصه برجع له. خاطف حدا قبله، هذا أهم منه. جلال انت فهمت علي؟ الو الو مصطفى، مستحيل خليه يلمس شعره من راس مصطفى.
جلال شو في؟ اعمل شي لمصطفى؟ لا ما اعمل شي، خلص سكتي يا ريم سكتي، اللي فيني مكفيني. بابا كرم واضح انه كرم وقع بايد قدرات. بابا شو عم يصير؟ احكي لي، قدرات على شو ناوي؟ ما بعرف، انا ما بعرف يا بنتي. اعمل شي بدل ما تقول ما بعرف. لا تضل واقف هيك، روح روح دور على ابنك ورجعه. يلا